يعني كنت يعني كنت معه على طول اكتر من اخوه، كنت اكتر من اخوه. حماده خليل، حماده خليل كان انسان وكان بيحب الناس كلها وكان بيقابل حد بالابتسامه، يعني حتى لو 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 زعلان منه ما كانش بيزعل من حد، بس كان بيسلم على طول على الناس بالابتسامه وبالحسنى وبالاخلاق وبالرضا، وما كانش بيحب الظلم. وحماده كان حر وكان راجل، ما كانش بيحب الاهانه لنفسه من اي حد، وكان اي مشكله كان بيشوفها كان بيحاول يتدخل فيها ويصالح فيها. اسال عليه ثواني يا ابو دينا، ثواني اسال عليه اطفال حضرتك يقول لك مين حماده خليل؟ الاطفال مش الرجال. وكانت اي مشكله، كانت مسلمين كان مسيحيين كان بيتدخل والله كان بيحل. قبل ما يستشهد باربع ايام كان في مشكله بين واحد اسمه عطا الله وكان واحد اسمه امجد، مسيحيين الاثنين دول كانوا مسيحيين، وكانوا وكانوا بيتشاجروا مع بعض، كانوا يوصلوا لدرجه السلاح مع بعض، وكان خلاص لمين اللي بعضهم سلاح وكان يضربوا بعض. راح دخل، راح لده وراح لده وراح لده تاني وراح لده تاني وراح لده تالت وراح لده تالت واتدخل وخلص. هو دلوقتي حضرتك اي حد بيتكلم دلوقتي في الحق بقى اخواني وبقى ارهابي. اي حد دلوقتي بيموت على ايد الشرطه او بيموت على ايد الداخليه بقى اخواني وبقى ارهابي. اي حد لو انا جيت كلمتك مثلا كلمتك في حاجه حق، يعني في حاجه حق، انا بقيت اخواني وبقيت ارهابي. هو ده العرف اللي بقى ماشي دلوقتي في البلد. اي حد بيموت على ايد الداخليه او الشرطه بقى ارهابي وبقى اخواني. بقت الموضوع حضرتك من يوم ما مات يعني تلاقي بتلاقي كل يوم اكتر من 300 اكتر من 1000 واحد جايين دوت. لو مكروه الاعلام دي كلها هتيجي دلوقتي احنا فينا، احنا بقينا في مشكله، بقينا في مشكله صعبه، بقينا في مشكله صعبه جدا دلوقتي في الدنيا. بقينا دلوقتي الحق بقى ظلم والظلم بقى حق، دول علامات الفوضى. فبقينا دلوقتي في دولة الظلم، احنا مش عارفين، احنا مش اخوان ولا سيسي ولا مرسي، احنا عايزين حقنا في البلد دي. احنا عايزين حق. ازاي صاحبنا يروح يدفع كفالة لواحد صاحبه محامي يخش عشان تشاجر قديم خلافات شخصية يديله ثلاث طلقات في قلب الحجز في قلب الحجز في قلب الحجز، وتقول لي فين وزير الداخلية؟ فين وزير الداخلية؟ مفيش وزير داخلية. فين فين مدير الأمن؟ فين 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 ضابط المباحث؟ فين الاسم؟ فين الاسم أثناء الثلاث طلقات دول لما اتضربوا؟ ما هو يعني الثلاث طلقات دول اتضربوا، يعني كان في ناس معاه كمان كان جوه محبوسة معاه، الناس كانت محبوسة معاه هي اللي قالت برضو الكلام دوت. قالت إن هو حصل مصادرة ما بينه وما بين ما هو حضرتك أول ما دخل الاسم، ثواني، أول ما دخل الاسم قابله على السلم. قال له اهلا انت جيت لي برجليك، انت عندك ضبط واحضار؟ قال له طب انا لو عندي ضبط واحضار ما انت قابلتني في الشارع 50 مره كنت خدتني، انت جاي هنا تقول لي عندي ضبط واحضار؟ فقال له ايه لسه بيكلبش فيه من الحزام. فحماده ما كانش بيرضى الاهانه لنفسه، لو هيموت لو هيموت زي ما هو مات كده طبعا مسك فيه، فراح ايه مسكوا ببعض ضربوا بعض. فالامناء راحوا حشوه قالوا له انت عايز ايه يا احمد يا طيب؟ قال لهم ده يتحبس عشان عنده ضبط واحضار. قالوا خلاص شوف ضبط الاحضار واحنا دخلوه القفص. غاب 10 دقايق والاستاذ القاتل احمد الطيب دخل عليه اداله ثلاث طلقات بشهود العيان الناس اللي كانت محبوسه معاه في جوه قلب الحجز. احسن واحد، احسن واحد محترم. ها من 20 سنه متربي معاه. متربي معاه انا معاكم، احسن شخصيه محترم مهذب كل سنه. كانوا بيتكلموا عليه في الاعلام يعني ان هو كان منتمي لتيار سياسي؟ لا ولا ليه دعوه باي حد. لا لا مفيش دعوه باي حد، هو تاجر ملابس، هو مالوش دعوه باي حد. لا 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 مالوش دعوه باي حد، محترم وانساس ومحبوب وكل حاجه، وانسان جدا وطيب وكل صفات فيه، ما استاهلش كده. تعالوا كده بس وسعوا عشان المنظر العام. ما كانش يستاهل كده. حزب. ما هو انا دلوقتي عليا طار، لما اروح استخبى من واحد استخبى منه فين؟ اروح القسم، انما اروح القسم اموت فيه واموت في الحجز بتاعه. طب انت قبضت عليه ودخلته الحجز بتضربه ليه؟ يبقى انت متعمد ان انت تموته. لو في عدل بقى يبقى دوت يتشين احسن، لو في عدل في البلد، انما البلد اتقسمت نصين كله بقى يكره بعضه. اي حد بيموت على ايد الحكومه دلوقتي بيبقى اخواني، يا اما ارهابي. حتى لو واحد مسيحي مات على ايد الحكومه هيبقى ارهابي. صدقني البلد اتقسمت نصين، بس حق حماده احنا مش هنسيبه. واحد زي ما مسكوا واحد واحد مسيحي وقال لك ده اخواني، راح الواد يوريهم الصليب قال لهم ده انا مسيحي ازاي ابقى اخواني؟ ازاي ابقى انا مسيحي وابقى اخواني؟ من امتى الاخوان يعني؟ احنا امتى بقت البلد اخوان؟ طلع اول امبارح في الحديث بتاعه بيتكلم بيقول لك ان حماده خليل الله يرحمه يعني نحتسبه عند الله شهيد،
بيقول ان هو الراجل ده ارهابي ووراه 12 واحد من الارهابيين وبيهددوا المنطقه. انت شايف حواليك ان الناس دي كلها معقوله تكون متهدده؟ الناس اللي انت مصورها دي ومصور معاها، انا بسالك انت كصحفي، انت جاي ماشي وانا بسالك كصحفي، انا بسالك كصحفي وجاي تحقق اسال المسيحيين عليه. ايوه اسال المسيحيين، قول لهم ساعه الكنيسه وساعه الخناقه بتاعت الكنيسه مين اللي حرس. في مشكله بينه وبين حماده من 2009 من 2009 مش من النهارده، وهو فعلا اشترى من حماده مكنه قبل كده، يعني هو بيكذب يعني في حديثه بيكذب. مش من حقه، مش من حقه، مش من حقه، مش من حقه. بقول لك ايه، مش من حقه، واستحاله ان طبعا ده هات لي اي اعراف دينيه سماويه تنزل على وش الارض وتقول لك ان هو من حقه ان هو يقتله داخل الاسم. ده اتخانق معاه في الاستيفاء قدام الضباط، مسك في حماده قدام الضباط، حماده اتعامل معاه وتعامل مع حماده، رفع ايده على حماده فحماده بيسلك على نفسه، خدوه طلعوه في حجز اللي في ثاني دور، ودخل لحماده في الحجز وبشهاده الشهود ان دخل مسك في حماده وطلع راح مد لحماده الثلاث طلقات بحق مين ده، وهدده قدام الضباط تحت في الاستيفا والضباط شاهد على كده. وحماده مش كل يوم، مش النهارده بس بيخش الاسم، ده كل يوم بيخش الاسم، يعني حماده كل يوم بيخش الاسم. رايحين نشوف الشهيد حماده الله يرحمه، لما جالنا الخبر رحنا وقفنا قدام المستشفى، ضربوا علينا بالنار، في ناس متصابه وفي ناس ما تعرفش معالم وشها، واخد بالك؟ هم جايين بيبوشوا الحقيقه، يعني الشرطه معروفه تملي، اللي هم عاوزينه بيعملوه حتى مع القضاء، هم بينفذوا كلمتهم حتى على القضاء. احنا ما عادش في ثقه بالنسبه لنا كمواطنين مصريين، ما عادش في ثقه للشرطه ولا للقضاء ولا لاي حد. يعني حسن بركه تاني، انت شايف ازاي مثلا ممكن نساعد مثلا الناس اللي احنا نجيب حقها؟ اقول لك انا من ضمن ال 12 واحد اللي قال عليهم احمد الطيب، من ضمن المتهمين اللي اتقال عليهم ال 12 واحد دول في الشارع لغايه دلوقتي. بص انا في الفتره اللي هو قال عليها دي، يا ريت الكاميرا تجيب كده التصوير، ده كان في المطار في البحر. بص مطار ايه ده؟ مطار الغردقه، مطار الغردقه من 31 8 من 1 8 ل 31 8 في الفتره اللي قال عليها احمد الطيب اللي هو فضي اعتصام رابعه ان احنا عملنا شغب، وانا ما كنتش موجود هنا. دي اول مره يطلع، اول مره يطلع ده انا عينه ومعايا تذكره طيران ذهاب وعوده لمطار البحر الاحمر، ومعايا تصريح جمركي اهو زي لو انت شايفه ان انا كنت في البحر الاحمر. بتأمن انا كمان انت ليك علاقه باي مثلا طيار يا بيه؟ انا من صوار 25 يناير، وحماده خليل من صوار 25 يناير. يلا يا باشا من صوار 25 يناير. بس احنا بيصعب علينا دم البني ادمين اللي بيروح ده سواء مسيحي او مسلم. طب يلا هو دلوقتي الاخواني ده مش مسلم؟ مش بني ادم، مش بني ادم، يعني ملوش حق ان هو يعيش؟ ملوش حق، لو ملوش حق قول لي ملوش حق. استغلوا سلطته في بس الناس. هو اي حد دلوقتي يموتوه يقول لك عليه ارهابي، اي حد. ولو هو مات وهو ارهابي انا فخور. ولو اخواني هيفضل قاعد معانا ارهابيين، ولو اخواني هيفضل قاعد معانا هنا في الشارع، ولا ارهابي هيفضل قاعد في الشارع؟ الشارع ده نص مسيحيين بيحبوا حماده خليل في جامعه، يعني مفيش حد، يعني هو لو اخوان يفضل معانا احنا هنا. عايزين نقول لهم بقى حماده راح يكفل، رجع لنا متكفل. دم ابن عمي مش رايح ببلاش، مش هنتنازل عن القصاص. لو مليون سنه هنجيبه. عمره دم حماده خليل ما روح هدر. دم ابن عمي في رقبه الكل، في رقبه كل واحد مسلم، كل واحد نصراني. دم ابن عمي مش هروح هدر. والقصاص لو قعد مليون سنه هنجيبه. بس احنا فاضيين من نفسنا مش اكتر، احنا فاضيين من نفسنا مش اكتر. احنا كلنا اطفال واللي بنتكلم اطفال، كل الناس دي القصاص. احنا مش عاملين حاجه القصاص، احنا عاملين القصاص. احنا كلنا اطفال رايحه مش عاملين اي حاجه. هموت فدا حماده، فدا حماده خليل، فدا الدنيا بحالها. ده ابن عمي مش هيروح بلاش. لا ده ابن عمي. انا عاوز اعمل كل حاجه عشان خاطر عم حماده، عاوز اموت عشان خاطر عم حماده، عاوز انا عاوز عم حماده. كلنا حماده خليل، كل شارع حماده خليل، كلنا حماده خليل، كل شارع حماده خليل، مسكي دي يا حبيبي، شارع حماده خليل، كل شارع حماده خليل، كل شارع حماده خليل، منطقته كلها امبارح. احنا كلنا بنحب عم حماده، احنا بنحب عم حماده، احنا يعني احنا عمرنا يعني احنا ما شفنا عمل اي حاجه وحشه لاي حد. وحسب الله ونعمل وكيل في الداخليه، بنت عندها 10 ايام وحسب الله ونعمل وكيل في الداخليه. عرفنا الخبر، حماده كان الصبح صحي من النوم، مرات صاحبه اتصلت بيه قالت له عايزين كفاله 10000 جنيه لناصر وانا مش قادره اتصرف فيهم، دبرهم حماده وراح بال 10000 جنيه الاسم اسم امبابه عشان يدفع الكفاله. راح يدفع الكفاله قال له انت جيت لي هنا برجليك، عشان هما كان بينهم وبين بعض خلاف قديم.
خلاف قديم عادي زي اي حد ماشي وبيتشاجروا مع بعض، وانتهى ومحضر كان في الاسم ومن شهر من سنه 2009 جه احمد الطيب قال له انت جيت لي هنا برجليك، قال له طب ما تشطرتش ليه عليا بره لما بتشوفني بره، قال له لا انت جيت لي هنا بايديك برجليك وهقتلك، قال له انت ما تعرفش تقتلني، راح مطلع الطبنجه وراح ضارب عليه 3 رصاصات وموته. وبنته كان صباحها يوم الخميس اللي فات، وحماده مات يوم الاحد، بنته عندها 10 ايام. ابن اختي كان راجل، عاش راجل ومات راجل، عمره ما كان بلطجي، ازاي يقولوا عليه بلطجي؟ ازاي؟ ازاي ومش اخواني؟ ازاي يقولوا عليه اخواني؟ راح ازاي يعني؟ ازاي؟ محبوب من طوب الارض، ناس كلها بتحبه، الاطفال بص لابسه اسود عليه. ضربوهم عند المستشفى، بيضربوهم ليه؟ ناس حزن على ابنهم، يضربوهم ليه بالنار؟ ويضربوهم ليه بالملوتوف؟ ويضربوهم ليه بالحاجات دي؟ حماده خليل كان راجل وعاش راجل ومات راجل. يا هو راجل صح وعايز يضربه كان ضربه، بيقعد هنا على القهوه، كان ضربه على القهوه، مش يستنى يخليه في الاسم ويضربه في وسط الضباط وفي وسط الناس، دي مش رجيل، ده رايح يعمل خير يا ابني، رايح يدفع كفاله لزميله. لو بلطجي ولا ده ولا ده كان ضربه. ضربوهم عند المستشفى يا ابني، ضربوهم اهو، ضربوهم بالغاز مسيل للدموع، ضربوهم بالنار. حقه هيجي، لو ما جاش بالقانون احنا هنجيب حقه، الاطفال الصغيره دي هتجيب حقه، مش هقول لك احنا القصاص 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 بالرصاص القصاص القصاص حماده بالرصاص. احنا كنا عند المستشفى، قالوا ما احنا كنا قاعدين زي كده في شقتنا، لقينا بيقولوا حماده توفى. طلعنا نجري عند مستشفى المركزي، لقينا احنا قاعدين يعني ناس زي ما احنا واقفين كده، لقينا ضرب نار جه علينا. انا جاي لي بس انا مش جاي لي في ودني، انا جاي لي هنا كده 10 بليات وورا كده، يعني ما ينفعش ان انا اقلع واوري كل ده كده، برضو في 9 بليات. رحت امبارح لدكتور قال لي يا ماما دول ما بيطلعوش، دول بيمددوا وبيطلعوا لوحديهم بس. يعني هو يعني الحكومه بتعمل معانا احنا كده ليه؟ وهو راح يدفع كفاله الناس، يعني الواحد ايه اللي يخليه اللي يضربوه بالنار؟ ذنبه ايه؟ ذنبه ايه؟ ضربونا بالنار، رايحين نشوفه ضربونا. ايه اللي خلاك ماشي؟ الاستاذ حماده من دايرتي، وكل اللي اسمع عنه اللي هو راجل اي مشكله بيمنع الشر وبيحلها، واسمع عنه اللي هو راجل كويس ولا تبع اخواني ولا اي راجل ليه لاي فئه، هو كل الموضوع اللي هو راجل محترم بس، والداخليه ارهاب. واحنا اصلا مش هنتنازل عن حقه وعن حق اي واحد بيموت هدر على ايد الحكومه. الحكومه البلطجه زادت زياده عن اللزوم، ولازم نوضح حل، لازم الحل للناس كلها تعرف ان الحكومه كلها بلطجيه، وكل اللي بيعملوه محدش هيسيبهم، ومحدش هيسيب لا دم حماده ولا دم اي واحد يموت قدر. الحكومه بلطجيه وهنفضل نقول بلطجيه، الداخليه بلطجيه.